بين قصص ألف ليلة وليلة وقصص حب العائلة والأصدقاء والحياة، انطلق العرض المسرح الاستعراضي العالمي الأول لمسرحية كان يا مكان في منطقة بوليفارد رياض سيتي. تجربة مسرحية فريدة من نوعها، نتابع تفاصيلها مع زميلتنا عزة الشملاني. دوري دجلة أخت فرات الكبيرة، طبعا الأخت الحنونة، الأخت الطيبة، الأخت اللي تخاف على أختها وفي نفس الوقت هي المنطق، هي العقل. يعني أختها حالمة، أختها تحب تحكي حكاوي، أختها عندها أحلام، إنه حلمها إنه هي تخرج برا المدينة. دجلة بتكون اللي بترجعها ل اوكي انت تبغي تسوي ده الشيء سويه، لا تخلي شيء يوقفك، خليكي طموحه. انا دوري في العرض اسمها فرات، وهي البنت الحره اللي بتحلم انها المراه الطائره، ودائما هذا هدفها، فدائما بتحاول تجيب المراه الطائره في كل حكاياتها، وهي بدها تهرب من القريه اللي هي عايشه فيه، فبتهرب من خلال خيالها، تستغل خيالها اللي هو بيروح لبعيد. وبرجع كمان لمسرح الحكواتي من زمان، اللي لما بحكوا عن ألف ليلة وليلة وعناصر معينة. أنا دوري طبعا الأم، دائما محصورة في دور الأم، بدي أصير البنت تدلع شوي بس ما يفعل. فدوري الأم، الأم اللي دائما محافظة على العادات والتقاليد، وتحب أنه يكون ولدها هو التوب، ولدها يعني ما تحب تفارقه. يعني تقريبا في بعض الأمهات المتحكمات بتصرفات عيالهم، الحين هالجيل لا، أبدا ما في تحكم، لازم نكون نعطيهم رأيهم، نخليهم حريتهم. ولكن للأسف يعني البعض فاهم الحرية غلط، وهذا اللي حنا طرحناه في مسرحيتنا، أنه الحرية بحدود. حلوة الحرية ولكن تكون بحدود. العرض ألف ليلة وليلة اللي احنا كلنا بنعرفها، لكن بنقدمها في مسرح استعراضي بيمثل يعني القصص حقت ألف ليلة وليلة، ومعظمها بيعرفوها علاء الدين، سندباد مثلا زي كذا. لكن أساسا اللي هو مثلا أنا سيف، إيش اللي بيمثله؟ بيمثل الشاب السعودي، علاقته مع أمه. يعني أنا شخصيا علاقتي مع أمي بنفس القوة اللي هي سيف في المسرحية بتكون، وكيف حياته بعد ما بيكبر بيتزوج وبيبدأ حياته، وفي نفس الوقت كيف بيطلع من تحت جناح أمه. يعني الموضوع ده على قد ما إنه قوي وبيأثر على الجميع، ما حد بيطلعه وما حد بيتكلم عنه، فشخصيتي هنا بتبرز الموضوع ده. والله العرض هذا طبعا مسرحية كان يا مكان، هذا العرض تم تجهيزه في لندن، كنا في معسكر لمدة شهرين تقريبا في لندن، اشتغلنا على النص واشتغلنا على الحركة واشتغلنا على الأداء. طبعا اللي خلاها تطلع بهذه الاحترافية انه كل واحد عارف شغله. يعني لما نشتغل على النص نجلس مع مختص النص، لما نشتغل على الأداء والحركة نشتغل مع المخرج، الراقصين عندهم مدرب خاص فيهم، بعدين اللي يجمعنا كلنا هو المخرج الرئيسي للعمل. فالحمد لله الشغل بالاحترافية هذه يطلع النتيجة هذه الحلوة اللي شفتوها. الحمد لله أمس واليوم قدمنا عرض الحمد لله حلو بشهادة الجمهور. أعتقد الجمهور ما راح يصفق على كل مشهد أو على الختام إلا هو يكون مبسوط من العرض. تعبنا وهذا نتيجة التعب الحمد لله، الثمرة حصدناها اليوم. احنا كثير فخورين انه مثل هذا المسرح عندنا بالرياض، وبخاصة في موسم الرياض، هذا شيء حلو ونتمنى انه يستمر ان شاء الله. حتى لو كانت أغادير مين موجودة، نتمنى مثل هالعروض تكون في ديرتنا بلدنا. طبعا الحمد لله التقنيات هذه كلها اللي انتم شايفينها، يعني احنا كأول مرة لما شفناها لما كنا في لندن ترى انبهرنا انه كيف ما شاء الله صار زي كده، فكنا مره مبسوطين وكنا مره فخورين يعني انه احنا شايلين بلدنا وحنقدم شيء زي كده بالنسبه انه لون جديد عندنا في السعوديه. فالحمد لله رب تعبنا وسهرنا ليل نهار ولين ما وصلنا للشيء ده، لين ما تدربنا، لين ما طلعوا اشياء فينا، يعني ظهرتنا، صقلونا، صقلوا شخصياتنا، صقلوا
أشياء مرة كثير حلوة فينا، فالحمد لله الحمد لله نحن وصلنا لدا الشيء اليوم. شكرا زميلتنا عزة شملاني على هالتقرير. الأمانة وأنا قاعد أتفرج على التقرير يا ريم ذكرت البرودواي شوز، ذكرت كيف في نيويورك وفي لندن، يعني حسيت أنه إحنا قاعدين نوصل لهذا المستوى، قاعدين ننافس، يعني حتى اللي يمكن نعرفه فعلا يمكن زي ما ذكروا بالتقرير أنه كل الكرو المشرف على هذه المسرحية جايين من لندن، ناس متخصصة بروفيشنال لها سنوات في هذا المجال، فبرافو برافو برافو برافو، هذا اللي نحن نبغاه. حمستني الصراحة عزة أني أروح أحضر هذا العرض، لأنه فعلا هذا اللي نحتاج، أنا يعني يمكن وكثير وأنتي وكلنا والمشاهدين نقدر قاعدين الفن، قاعدين حتى نصير خلنا نقول ننافس العالم وننافس أنفسنا بالأول والأخير. فأنا جدا فخورا، أنا جدا فخورة في بناتنا وشبابنا، وأكيد نتمنى لهم كل التوفيق.